أخذنا الاستراحة ما بين الشوطين وراجعين على غالب ولا مغلوب. ماشي. رشاد، فينها يا أستاذ؟ غالب ولا مغلوب؟ والله ما أعرفش. لا إزاي؟ يعني لا ما إحنا مش هينفع، أنت هتقول. بصي، هو يعني أنا أتمنى أكون مظلوم وما أكونش ظالم، يعني أتمنى كده. غالب ومغلوب دي بقى، فأكيد في حاجات أنا غلبت فيها وفي حاجات اتغلبت فيها. شايف ان علاقتك بالجمهور اتهزت ولا زي ما هي؟ والله بصي، يعني موضوع العلاقة مع الجمهور دي هي ليها مقاييس مختلفة. يعني انا بشوف ان مثلا لما بيكون في اغنية وبتنجح، فده معناه ان العلاقة مع الجمهور الحمد لله كويسة وبقت اعلى كمان، لان اخر اغنية انا مش شمتان عمل التفاعل مع الجمهور جوه مصر وبره مصر في الوطن العربي، هي كسرت الدنيا. الحمد لله، الحمد لله بفضل من ربنا. فانا الموضوع ده يعني ما عارفه، لو انا بقدم حاجه وهي تعجب الناس، لو عجبت الناس يبقى الموضوع كويس، لو انا كنت مقصر فيها ولا حاجه او ما كنتش مهتم بيها قوي فاكيد يبقى انا قصرت، فمش هتعجب الناس. بص، هو الجمهور حبك قوي وبسرعه الحمد لله وعرفك، الحمد بس لله. ليه الجمهور كان بيحملك كل حاجه حصلت؟ والله بصي هقول لك حاجه، يعني يمكن لان انا مش كتير الكلام، انا ما بتكلمش كتير. يعني انا في مواقف كتير، في شغل، في اصدقاء، في حياه عامه، في الكلام ده كله انا ما بحبش اطلع اتكلم كتير. انا ممكن اعمل رد فعل لفعل اللي قدامي، بس برضو مش كتير. يعني انا ما بحبش اتكلم كتير ولا اخوض في تفاصيل ولا الكلام ده كله، لان في الاول وفي الاخر الحاجات دي بتخصني انا. يعني حتى لو يعني الحلو بيبان والوحش بيبان، سواء دلوقتي او بعدين او اي حاجه. يعني انت شايف ان رشاد دايما بيبقى رد فعل عمره ما كان فعل؟ لا، انا ما خدتش فعل تجاه اي حد قبل كده خالص. يعني لا، لان انا بستنى اشوف، انا ما ببداش، انا بشوف اللي قدامي هو بدايته عامله ازاي. لو اللي قدامي بدا بدايه مش كويسه ممكن اسكت مره تانية، بس بعد كده لا، لازم يبقى في رد. طب بالنسبه بقى مثلا في الغنى، اول ما ابتديت في بدايتك، امتى حسيت ان انت كنت الشخص الغالب، وامتى كنت حاسس يعني كنت حاسس ان انا لا انا كده مغلوب؟ هو الحمد لله انا من ساعه ما ابتديت غنى، من ايام ثانوي مثلا، ثانوي عام، وانا الحمد لله حاسس ان انا غالب. يعني الحمد لله، يعني كنت دايما هنحسدك كده. لا لا مش مهم. كنت دايما الحمد لله من المميزين في وسط اصحابي اللي بيغنوا. في الجامعه نفس الكلام، في معهد موسيقى عربيه كنت نفس الكلام، حتى في البرنامج الحمد لله كنت من الناس المميزين عند الناس. يعني كانت من الاصوات اللي الناس الحمد لله بتحبها وبتستنى طلتهم. فالحمد لله انا يعني في الغنى حاسس ان انا دايما غالب الحمد لله.